Hai, ma baafi wala suran baini. Smalla, smalla. La, hajde qutet men. Hajde, hajde. Shom, baini msakkara. Msakkara? Eh? ما احنا مسكرة لاني عاملها مخزن، بتعرفوا بيطلع عندي كتير حراتي فبحطهم هون بهالاوضة. ايش؟ افيش عندك اوضة على السطح؟ لا انا اللي قصدي كان عندي اوضة على السطح. كان عندك اوضة؟ وين راحت؟ اجرتها. اجرتها لمين؟ لا 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 لفادي وكريم. لا يحطوا غراضهم فيها مش هاي؟ لا ليعيشوا فيها. حرام. خلونا نشوف الأوضة التانية. نحنا جايين نشوف الأوضة التانية. وهيدي أوضة. ما تلاحظوني طبش الباب. وهيدا الباب بالذات إذا طبش بزين ما عاد بيفتح بالهين. ودي زح من ورا الباب بدي احاول افتحه بكتفي. هلا بخلع عنا الباب. لا 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 بخلع الباب. روح شوي شوي متخزن. بتصور صار فيك تفتح صافي يفتح. رح يفتح. يلا رح يفتح. فتح. تفضل تفضل. ما تيخزوني الاوضه ايمي قاعد. ايه معلش حتقلش الا اوضه صبي وحيد لبيو. وجيه؟ شو؟ ايش هيدا اللي مدعمني الفوق على الحيط؟ هيدا 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 ال ال هيدا ال شو؟ ايه؟ شو في؟ تقطعين فوق بعض؟ انت في عندك ولد واحد؟ للحقيقة عمي كنت متفق انا ولينا نجيب ولد تاني. بعدين عمي ولد قصدي هذا سمو تخت تاني بالأوضة بضل ينفع. بكرة إذا إجا حدا لعند برتاز بده ينام عنده بينام عليك. مزبوط مزبوط. يلا خلونا ننزل. لك يا وجيه نحن ما طلعنا لهون إلا ما نحكي معك جوز كلام على على جنب. تفضل. ليك هدول الجماعة ماخدين مجد عليكم كترين. مين فادو كارين؟ لا يا عمي لا فادو كارين مش بس جيراني. لا هودي هودي أصحابي هودي حبيبات قلبي. قد ما يكون كل شيء له حد. لا يا عمي الجماعة عم يتصرفوا كأنه هالبيت بيتهم. مش بس هني أولادهم كمان بيفتحوا البراد وبيأكلوا منه كأنه براد بيتهم. وبعدين اسمح لي يعني فضلي. بعدين كتير كتير وقحين مع ابنك برتاز. لا يا مرت. لا الصراحة أنا انزعجت. يا مرت عمي دخيلك. لا لا هودي أولاد صغار بيحبوني كتير ما أنا مربيهم. شوف وجيه. نعم. نحن جبنا معود على السخاء. شو هيدا؟ عائلتنا معودة على الكرم وخاصة أنت أكرم واحد فينا. بس الجماعة أخذين وجبة مكترين يعني. رؤية عمي رؤية الجماعة بيجننوا. بيجننوا إيه؟ لأنهم عم يستغلوك وعايشين حسابها. إيه ومبين عليهم عينهم فارغة وبحياتهم مش شايفين الرزق. خلونا ننزل. ماشي قبل ما أخلص كلامي. تفضل. الجماعة منقعد بأيدينا نروح هيك نروح هيك نروح هيك نروح هيك مدبقين فرد دبقة ينعبروا يفلوا عبارة. لا دخيلك يا عمي لا دخيلك شو ينعبروا؟ ليك بركي أنا ومرت عبق بدنا نحكي لنا شي كلمة بركي بدنا نقعد سوا ينعبروا يا عمي. لا يا عمي دخيلك خلص يا عمي خلص. بعدين مدبقين فرد دبقة شو نحن يعني مش نحن عايشين بينا ينعبروا يطلعوا عبارة. لا يا عمي دخيلك خلص دخيلك يا عمي أبقلوش هني إنه بركي بدنا نقعد سوا نحكي شي وبعدين هني كتير كتير جلقين ووحين وانت عطيهم وجه. عطيهم وجه أنا نزل إشحاب. لا يا عم ما تنزل. روقوا يا عم دخيلوا ما نسيف. روقوا يا جماعة روقوا خلص اوعى تقول له شي يا عم دخيلك. لا أنا نزل إشحاب. يا عم ما تشحط حدا ما تشحط حدا ما تشحط حدا. كسوة ما تشحطون. روق يا عم دخيل بوس ايديكم بوس اجريكم بوس ال اسكتوا ما بقى تبهدلونا هلا بيسمعونا دخيلكم. لا بيسمعونا يسمعونا انا نازل اعمل. لا خير ما تنزل عملك. لا ايش عملت اللي بنفسه عمي روق دخيل اجريك يا عم. شو صار بعدك ايش ليك كواجي بدك تقلن انت على طريقتك. بقلن بقلن بس دخيل اجريكم خلص دخيلكم ما بدي حدا يحكي خلونا نمشي. ليك وجهي نعم
تعال شو؟ تفضلي. هيدا هالشرشيف اللي معلقه فوق التخت هيك على الحيط. نعم. شرشوح شرشوح. نعم. بدك تبقى تشيله لشو زدته. هي معك حق مرت عمي، رح زدته، بس هلا انا معلقه موقت لانه بتعرفي الاولاد، قصدي برتاز ورفقاته مخربشين على الحيط. خلونا ننزل. إذا ما بشلك رقبتك من بين كتافك يا وجيه، الله لا يخليني. لا مش يا وجيه، يا خواج يا وجيه. الله يخليه لاصحابه ويبعد عنه عيون الحسدين والطمعين. عمي اهلا اهلا اهلا. شو بنو جوزي؟ هيدا كيف هو ما شفنيه؟ كنت بالحنين. لا أفش حمام للضيوف لتطلع على الحمامات بالقوات فاو؟ كان مشغول. ايه كان مشغول. وجيه. طيب طيب روق. اتصرف، ما بعرف فيي، اسكت. طيب روق. تعرف يا وجيه؟ حاسي حالي تعباني، تعباني كتير، وعبالي ارتاح شوي. عبالك تشربي شي؟ عبالكم تشربوا شي؟ ايه عن جد عبالنا نشرب شي. حياتي ما عبالك تشرب شي. بعمل لك شي وزير. طيب 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 روح. فادي دخلك يا وجيه، كأنه بدك تقلي شي مهال. اكيد اكيد انا. انت يا وجيه عارف عارف ايه بعرف شو بدك تقلي. بعرف كتير منيح يا وجيه شو بدك تقلي. بدك تقلي انك بدك تاخد عمك ومرت عمك على المستشفى، وتترك بارتاز هون ومش عارف مين بده ينتبه على بارتاز. ولا همك يا وجيه، نحن نبقى ببيتك بننتبه هالليلة بارتاز لتكونوا رجعتوا. تعرف ليش؟ لأنه هلأ صارت الساعة 4:15، يعني إذا موعدكم 4:30 لازم تمشوا من هلأ. ايه مظبوط. لك كيف راحت عم بالنا هالشغلة يا جماعة؟ تأخرنا. ايه بتصدق انه مرق الوقت بسرعة بدون ما نحس؟ قد ما انبسطنا. لكن من بعد اذنكم يا جماعة ما بدي وصيكم ببرتاز. فادي انت جار مفضل وجمايلك مغرقتني، وانت كمان يا كارين، يعني ما بدي اعذبكم، انه اذا في مجال يعني تبقوا هون عندي بالبيت لكن ترجعت. ولو يا وجيه، ما نحن اهل وجيران، اكيد منبقى. ما تعطى الهم، فل وطمن بالك. وجيه ليش كعم يضلوا هون بالبيت؟ خليهم يطلعوا على بيتهم ونطلعوا مرتاح معهم. لا نطلع على بيتنا. ايه حبيبتي اتستحيش اتستحيش، ما نحن عارفين انكم ساكنين بالاوضة فوق على السطح. ليك تقبريني، بيقولوا بيت الضيق بساع الف صديق. على السطح؟ هيك عمي ما تستحي، كنا بلشنا هيك بأوضة، بس معه معه شوي شوي الله بيفتح بوجهكم بصير عندكم بيت حلو مثل بيت وجهي. على السطح؟ الحقيقة يا أبو رامز، قد ما فتحها بوجه لوجيه، هلا أنا شايف راح تفتح بوجه فتحة كبيرة بس لما يرجع. عالسطح؟ يلا يا جماعة خلونا نمشي تأخرنا. يلا عمي تفضل. يلا مرت عمي. عم باي بالإذن. باي فادي. باي كريم. باي. معلش معلش معلش. ايه فلو فلو. يلا صار فيك. تعطيه اعطيه 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 اعطيه. العسل بنزين لقلك. العسل العسل لقلك. افتح الشريط. يلا اعطيه. عطل. يلا بردان كلها قبي على الخرق. ايوه بص غدا. يلا بيق. يلا يلا دخلك عمي. بعدها بتمشي السيارة. نحلي وكعمي نحلي. شو ده؟
بعد دافش صغير. ليك وجيه صار فينا نروح بيتنا. ايه حبيبتي. فاشل ايش عم بيقولوا الاولاد؟ عم بيقولوا فاني عم بيطمنوا علي، ما بدهم يعني فل، بيحبوني كثير. ايه بس قوايا هالولاد. برتاز يلا اطلع على البيت وانطرني لارجع. الفوقيني او التحتاني؟ يا دخيلك ما اغضبك انت، يلا اطلع على البيت. بيي ما بدنا نروح بسيارتنا. يا بيي خلينا نروح بسيارة عم وجيه. اسمع الله اسمع الله، ايش هالسيارة الحلوة يا عمي؟ هاي سيارة؟ هيدي كاميون الله يبارك. مين قالكم انه هيدي سيارتي؟ برتاز. برتاز؟ هرمدية بيي. لا زفت سودا. يلا يا بيي خلينا نروح مع عمو وجيه. يا بيي ما نحن من بعد الحكيم بدنا نسرب على الضيعة دغري. معه حق بيك يا أملي، معه حق. برافو عمي مزبوط. معلش يا بيي بيوصلنا لقالي يا رامز يا حبيبي يا عيني، بتطول عليكم الطريق يا رامز، بتصيروا بدكم تسربوا بالليل على الضيعة يا رامز. ويوي يا رامز عمر معروف يا بيي، حياتنا كلنا ما رحنا بهيك سيارة بيي. معلشيك ابو رامز قطعي كرمال هالولاد، شو كل يوم نحن عم ننزل عبيروت؟ طيب منروح بسيارة وجيه. طيب منروح نجيب المفتاح.